يصفر به سد من أعظم سدود الجزائر، سد علي هارون أكثر من مليار متر مكعب، ولكن ميلا فيها أمور تربطنا بمصر الشقيقة. ميلا وفرجيوة ومنطقة البابور هي منطقة تتميز تاريخيا بالبنات لمصر، يعني متمكنين في البناء، وكانت في هناك تاريخيا قبيلة الخوارج كتامة، وكانت يعني ذهبت إلى مصر هذه القبيلة وكانت مشاركة في بناء الأزهر والقاهرة المعز، وهذا ما يخلينا يعني ارتباط تاريخي راح يخلينا ويشجعنا نزيد نفعل الرباط يخلينا باش يعني حتى التفاعلات هذه تفاعلات طبيعية وتاريخية. أنا نشكر هذه يعني الفرصة التي أكدنا عليها خاصة لأجل استماع هذه العينة، ولكن فيه عينات كثر. أنا نقترح للمؤثر الأستاذ فروخي باش هذه العينات يشتغلوا بصفة مباشرة بتنسيق مع المركز البحث سينر دي بيها، مركز البحث لتنمية الصيد البحري، هكذا الصيد البحري والتربية المائية في بوسماعيل سينر دي بيها، سيد مدير عام لقطاع الصيد البحري وسيد مدير عام تاع المركز، وحتى راهم هنا ممثلين المركز باش يكون فيه استقطاب لهذا الشباب ويكون فيه تسهيل ويكون فيه سرعة لتحويل الفكرة على يعني تتجسد مع يعني المصنعين والمسوقين. وحتى في المركز راح نربط مع الصندوق الجديد اللي راح يمول هذه الابتكارات ويخليكم تشتغلوا بكل أريحية إن شاء الله. سوف يصدق عليه من سيدات والسادة النواب تاع الجمهورية تاع البلاد، إن شاء الله قانون المالية سوف يصدق عليه وسوف ندعم ماليا، خاصة قضية المال. احنا كمؤطرين لقطاع الفلاحة قطاع منتج، ولا حتى كقطاع يعني تكوين عالي ولا قطاع البحث، نحن يعني مسيرين هذه الابتكارات وندعمها ونوفر لها كل المتطلبات كل شروط النجاح. يعني ابتكروا واجتهدوا ونحن تصفون يعني دائما بقربكم وبمساندتكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.